صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فما هو واجبنا تجاه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وهل هن في الفضل سواء أم بينهن تفاضل؟ نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حق على الأمة لأنهن أمهات المؤمنين، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولهن الفضل العظيم على سائر النساء المسلمات. وهذا من وأما إن بعض أفضل من بعض، نعم بعض أفضل من بعض، بعضهن أفضل من بعض، ولهما خديجة وعائشة رضي الله عنهم. اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، على قولين. نعم.